إذا لازم تصيب موارد أخرى وتصيب لازم تكون فيه اكتشافات أخرى ولا هذاك. عطيت تعليمات أنا سوناتراك باش نحاول بقدر الاستطاعة باش نوصل إلى تصدير ما يقارب 100 مليار. حنا لحد الآن راني نصدر 52 53 نزيد يعني نضعف التصدير تاعنا. هذه أولا. ثانيا حنا ما عندناش إلا الغاز، عندنا الكهرباء اليوم فيه فايد تاع كهرباء. On va l'exporter. On a proposé. حنا اقترحنا عليهم. واعتقد ان بعض الدول اليوم وصلوا في اطار التقشف وداك الشيء راهم يقطعوا الكهرباء في اوقات معينه. حنا نعطيهم فرصه باش نصدروا ونقووا التصدير.